بونسوار، برحب بكل مشاهدي سي اي والال دي سي وين ما كنتوا عم بتشوفونا. مثل العاده تحيه كبيره بنوجهها لكل الاشخاص يلي بياخذوا لوتو كل تنين وخميس وبينطرونا بهيدا الوقت لحتى يشوفوا حظهم مع الارقام. قبل ما نبلش خليني اعطيكم شوي فكره عن جوائز الليله. اول شيء رقم السحب 1555، رقم حلو لليله تنين 23 تشرين الاول 2017. بالنسبه اذا للجوائز، مرتبه اولى باللوتو تقريبا 200 مليون ليرة لأنه صار لفترة عم تنربح بكل سحب. المرتبة الثانية تراكم 33 مليون ليرة، الجائزة بتكون أقل بشوي من 100 مليون ليرة. بالنسبة لزيد الليلة في عنا سحب سبيسيال، يعني الجوائز كلها بتكون مضاعفة والمرتبة الأولى 75 مليون ليرة. قبل ما نبلش نشوف شو هن طابات الليلة يلي هول إذا في حال سبتون بتتغير حياتكم وبتتحقق أحلامكم مع اللوتو اللبناني. بدنا نقول أهلا وسهلا بعضو لجنة الرقابة ومندوبة وزارة المالية على أعمال وصحوبات اللوتو. بونسوار مدام سلم. بونسوار زينة، كيفك الليلة؟ الحمد لله، كيفك أنت؟ يلا بدنا نقول أنا وياك حظ موفق لكل الأشخاص يلي أخذين شبكات لوتو أو حتى بعتين على 10/20 رسائل، وأنا وياكم هلا بننتقل للمكنة. إذا الطابات عم تنخلط مظبوط، والطابة الأولى بينت تحمل رقم 39. بلشين من العالي، 39 الطابة الأولى، الطابة الثانية 30، أربعة وثلاثين، ثلاث طابات لهلا بالثلاثينات، 30، 34، 39، طابة الرابعة 6، 5، الطابة الخامسة، والطابة الأخيرة أو السادسة للمرتبة الأولى 23. بالنسبة لطابة المرتبة الثانية أو الطابة السابعة تحمل رقم 35. سيرين الثلاثينات اليوم نشيطة معنا، وتقريبا كما عم بتشوفوا في عنا 35، 39، 34، 30، هول لحالهم بالثلاثينات. على كل حال نحن بعدنا متابعين اكيد مع الحظ والارقام، وهلا رح ننتقل للعبه جديده واللي هي زيد، وهون اكيد بدكم تكونوا دافعين 1000 ليره لحتى تشوفوا حظكم مع زيد. خلينا نشوف شو هن الطابات. أول طابة بتحمل رقم 3، 5، 7، 9، 6، 69,753 هيدا الرقم الكامل لزيد، واللي طبعا الليله بيربحكم جائزه كبيره وسبيسيال قيمتها 75 مليون ليره. نحن بهذا الوقت رح نتوقف مع بريك صغير، من بعدها اكيد بنرجع مع النتائج والتابلويات. Thank you.
3 ثواني لتغطية كاملة للجذور. 3 2 1 اختفوا. جديد ماجيك ريتاتش، أول سبراي فوري لتخفي الجذور من لوريال باريس. سيارتي القديمة مش ستيلة، قررت بيعها على اكس بلا عمولة. صورتها حطيتها على او ال اكس ببلاش، بعتها وقبضت من الشارة كاش. لما شفتها قلت لحالي هيدي هي يا رامي. نزلوا على اكس ابليكيشن وبيعي اللي عندك لتشتري احسن منه. بالنهار بيكونوا وليدي معرضين للبكتيريا بكل شي بيدقنوا، بس ما بخاف عليهم لأن هايجين دايماً مرفقهم. حتى نحنا ما منعرف الجراثيم وين بتكون نطرتنا، من هيك خلوا هايجين دايماً معلق معكن، لأن هايجين بتركيبته المتطورة وعطوره المنعشي بيقضي بثواني على كل الجراثيم وبيحميكن منها لمدة أطول. هايجين اهتمام تمام. A life of love, joy, and luxury awaits you here. Your daily getaway. A home within a green-gated community. Visit us and meet your dream. ما بعرف إذا عم بقص عليهم، بدي أكون أحسن أم. عم جرب، بدرس، بحمم، بنيم. اللعب عبيون والتربية علي يين بيطلعوني من التيابة، بس يا ريت بعرف هن شو بيفكروا. ما عليك، وقتها بكبر بدي سين مثل مامي. مام أنا كتير بحبك وبعدك حصير شاطر بالمخ. يعرفوا إنه بتحبيهم ولأنه بدك أفضل شي لألون بتعطيهم بابنز سيريال بارز. بابنز لأنه بتحبيهم ولأنه بيحبوا. فتشت على OLX ولقيت شقة بتعقد. زرت الشقة حبيتها ومدينا العقد. نزلوا على اكس ابليكيشن وبيعي اللي عندك لتشتري احسن منه. I'm your Venus. ثانية هالمرة رح اخد يوم لإلي تغيير، بس ليه بدي ضيع وقتي بقلم ومجهود الحلاوة او كريم ازالة الشعر اللي إله ريحة؟ هلأ في فينوس بريز، تصميمها رائع وأنثوي مع شرائط جل مرنة تتأقلم بسهولة مع منحنية جسمك. بشرة ناعمة من غير ألم من غير مواد كيميائية. فينس. كل مرة نفس القصة، ننبسط بالتيبل الجديدة وبعد كم غسلة بتبلش تبهت وببين الفرق، وبعد كم غسلة كمان التيبل بتتمدد وبتشط وما بتعود تنلبس. شايف عائلتك غالية وخايفة عليها؟ استعمل الداوني المركز يلي بنعم الألياف وبقويها وبيحمي التياب من البهتين والتمدد والوبر. حلاقة نعمل كل بينتبه لها إلا جايبتك. جيلات بالشفرات التلاتة قيمة ما في مثلها، بتعطيك 7 حلاقات ناعمة. جرب جيلات بلو سيمبل 3 الجديدة. جيلات ما يستحقه الرجال. كيف تقيسي قوة شعرك؟ اربطيه وشوفي كثافته على طوله. واحدة تركيبة بانتين بالبرو فيتامين
يلي بتدخل لعم الشعر بتقوي وبتزيد كثافته من جذوره لأطرافه. ما في أقوى من شعر بنتين. بنتين، لأن القوة جمال. سيارتي القديمة مش تيلة، قررت بيعها على الأكس بلا عمولة. صورتها، حطيتها على OLX ببلاش، بعتها وقبضت من الشارة كاش. لما شفتها قلت لحالي هيدي هي يا رامي. نزلوا OLX أبليكيشن وبيعي اللي عندك لتشتري أحسن منه. هبي شو عم قلك؟ أفضل له يعتزل. أنا مش عبد عند حدا وما حدا له عندي شيء. لأنه قضية حقيقة. أي حقيقة توني؟ احنا عايشين بهالبلد سيد توني، كلنا اخوة. لا مش كلنا اخوة فخمت الرئيس. سولي بتقدم لك أفخر تشكيلة كشكافال من بقر، غنم ومعزي. لو كشكافال بلان سولي، ان غران كشكافال. أكيد مرتي أولوية، ما بسمح يوم تقلي يا أنا يا الفوتبول. بلغي ماتش مع الشباب ولا بلغي عشا معه. اللمبة المحروقة هلأ رح غيرها، وبكرة بكرة نازل شوف حكيم لك تشنخر. خلص صهر كل الليل على الماتش. عن جد ما عم شايك السكور. صار فيه يأخذ وندر ويفر هلأ. وندر ويفر كلاسيك، ويفر هش محشي بكريمة الكاكاو لطعمة غنية. وندر ويفر، طعمة بتعمل عجيب. انترنت طيران من سوداتيل، سرعة أعلى وسعر أوطى ابتداء من 9.9 دولار. فتشت على OLX ولقيت شقة بتعقد. زرت الشقة حبيتها ومدينا العقد. نزل OLX أبليكيشن وبيعي اللي عندك لتشتري أحسن منه. شو سرك؟ أكثر من 100 سنة خبرة. هلأ سره؟ صار سره. صحة سعادة للزيار. رجعنا معكم لنتابع سحب اللوتو، وطبعاً بهيدي البارت نحن منقول النتائج. قبل بدنا نشوف شو هن الأرقام ونتأكد من أرقام وطبيعة اللوتو مع مدام سلم. تفضلي مدام سلم. صاحب لوتو رقم 1555 لليوم الاثنين 23 تشرين الأول 2017. الطابات الستة الأساسية بتحمل الأرقام 39 30 34 6 5 23، والطابة السابعة الإضافية بتحمل الرقم 35. هول هن طابات الطابات اللي اختارتهم مكانه اللوتو. هلا خلينا نشوف اذا في حدا ربح مراتب اولى وثانيه، خاصه لانه مثل ما دائما بقول انه ثالثه رابعه وخامسه هول تحصيل حاصل. خلينا نشوف مين ربح بسحب الليله. للاسف مرتبة أولى ما حدا نصاب الست أرقام، ما حدا ربح المرتبة الأولى، إنما بالمرتبة الثانية في عنا شبكتين، كل شبكة بتربح حوالي 73 مليون ليرة. بالنسبة للمرتبة الثالثة في عنا 12 شبكة بتربح حوالي 4 ملايين كل شبكة. المرتبة الرابعة 721 شبكة بيربحوا 66 ألف ليرة. وبالمرتبة الخامسة والأخيرة في عنا 12,762 شبكة بيربحوا 8000 ليرة. ألف مبروك لكل هالأشخاص يلي ربحوا بهيدا السحب، سحب يلي بيحمل رقم 1555. بالنسبة للمركز الثاني في شبكتين، من وين نربحوا؟ مكتب رقم 1408، مؤسسة أبي الياس بعمارة شلهوب بالزلقة يعني. الشبكة الثانية مكتب رقم 3433، من وين؟ من آدم سال بالطريق الجديدة. يعني هلا أكيد بنقول إن شاء الله يكونوا عم يحضرونا هول الأشخاص لحتى ينبسطوا بالجايزة يلي تقسموها، المرتبة الثانية يلي تقسموها ويلي تقريبا قيمتها 73 مليون ليرة. ألف مبروك. هلا بننتقل نرجع لعندك مدام سلم لنشوف جوائز أو رقم زيد قبل. نعم. سحب زيد رقم 1555 تاريخ 23/10/2017. الرقم الرابح 69753.
هيدا هو رقم زيد لا سحب الليلة. بدنا نشوف أنا وياكم التابلو. في حال ان ربحت المرتبة الأولى يلي الليلة مثل ما قلت سبيسيال وقيمتها 75 مليون ليرة. في مرتبة أولى ألف مبروك للورقة يلي رح تربح بسحب الليلة 75 مليون ليرة، ويلي بذكر أنه الرقم هو 6-9-7-5-3. بالنسبة للورقة يلي بتنتهي بالأرقام 9-7-5-3 بتربح 900,000 ليرة، الورقة يلي بتنتهي ب 7-5-3 بتربح 90,000 ليرة، والورقة يلي بتنتهي ب 5-3 بتربح 8,000 ليرة. زيد من وين ربحت؟ مكتب رقم 3063 ليبان بوست بسيتي مول نهر الموت. ولا عندك بالزلقة وبنهر الموت حد بعضهم اليوم بوش بعض. طيب ألف مبروك للشخص يلي ربح. كمان بنتمنى أنه يكون عم يحضرنا لحتى ينبسط بجائزة ال 75 مليون ليرة يلي لحاله قدر صاب هول الأرقام وربحها بسحب الليلة. رح نرجع لعندك مدام سلم. نعم. مرتبة أولى قدي رح بتكون على راد نهار الخميس باللوتو؟ بتكون فوق ال 250 مليون إن الله رح. هي المرتبة الأولى. نعم. أوكي. مرتبة تانية بتكون فوق ال 75 مليون. 50,000 دولار تقريبا. طيب وبالنسبة لزيد سبيسيال؟ لا عادي. قولي لنا سبيسيال. لا عادي هالمرة بتكون فوق 30 مليون كمان. اوكي. طيب يعني ما بتعرفوا حلوين هول المبالغ خاصة انه هلا يعني 30 ثانية. اوكي طيب ما رح اخر. بدي اقول لكم انه اكيد نهار الخميس نحن بيتجدد موعدنا مع اللوتو اللبناني من هون لوقتها بتكسوا بكل مراكز اللي بنزلوا الارقام يلي بتحبوها، وحتى فيكم تبعتوا على ال 10-20 مثل ما دائما، كمان للاشخاص اللي معودين يبعتوا على السيلولار. انا برجع بشوفكم انا ومدام سلم من الاراد، مش الاراد بعد شوي بيلعب بس اليوميه لقونا.